راحين نديرو عند الفار الحلوه تاعنا. الا الوصفه فيها 25 غرام زبده، 20 غرام فرينه، قرصه ملح. انا نحب نزيد دايما الكاكاو مغرفه ومغرفه ونص سكر، و100 غرام تاع شوكولا سوداء، ونص ريتلا حليب. راح نطيبوها كما لا بيشاميل، وهذه لا بيشاميل سكري. نحطو الزبده تاعنا ونحطوها فوق النار باش تذوب، ومن بعد نديرو لي زانغريديون الاخرين. الزبده كي تبدا تذوب نحطو دفعه واحده الفرينه، ونخلطو مليح باش ما تكبرتلناش، ونزيدو رشه من الملح. ومن بعد نزيدو السكر والكاكاو، نخلطو مليح، ونبداو نزيدو الحليب بالتدريج بشويه بشويه، ونخلطو باش القوام تاعنا يجي شباب وما يجيش مكبرت. فوالا كملنا الحليب كامل نصريت له اللي هو نصريت له، ومن بعد نزيدو نحطو الشوكولا هذيك 100 غرام، نحطو بشويه باش تبدا تذوب، ونخلطو بالعقل بالعقل باش القوام يجي شباب. كي تبدا تشد روحها وتغلي شويه فوالا نحوها، نقعدو دائما دائما نخلطو باش يجي القوام شباب، وتبدا تتبدل اللون تاعها يولي شباب. نحطوها وخا تبرد شويه ونحطوها في الفريجيدار شحال الوقت تبرد، تشد روحها تبرد تشد روحها شويه. وهذه خدمه تقعد تجيب لينا فوالا الكريم تاعنا بعد ما بردت زيناها. وبعد التزيين نتوما كيما حبيتو، تقدروا ديروا الكريم شونتيي تضربوها لاكريم فخيش وديروها، تقدروا ديروا الشوكولات تغابيوها، تقدروا ديروا نوات كوكو، اللوز، الجوز، واش عندكم في المنزل تقدروا تخلوها هكذا تاكلوها بصحه ولهنا، وياكلوها وليداتنا بصحه ولهنا، ويعطيكم الصحه ويعطيها الصحه في ريال اللي شاركتني اليوم في الاطباق. وهذا حبه حريره 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 حريره. وقد ما تقعد قد ما تجيب لينا، قد ما تقعد وفخي تجيب لينا.